ورحمه الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم. صباح الفل. صباح الياسمين. صباح البن كما قالك رانا عندنا اليوم اخويا تاع البن. اخويا جماعه البن اليوم بالصدفه جيت عندي اخويا قلت لك شكون تحضر دوك تشوفوها خمس دقائق دوك تشوفوها واش ما تنساوش لايك في الفيديو تاعي تمشي بيا ابوني يا ابوني في الفيديو وما تنساوش شير ولي كومونتير سيرتو لي كومونتير. عندنا منير كيما راكم تشوفوا البن راه يوجد وهذا الشكاي راكم تشوفوا هذا حليب رايب لي حبيبي حليب رايب يدي راه كاين وما تنساوش البن لا واسمو الزبده يا خويا زواجو طهران بعد رمضان راه الزبده كاينه حتى في رمضان كاينه وسوما معقوله كما قال الواحد. وهاو سي توفيق من الاكل ديال سي توفيق وانا توجور في البن هكذا خويا توجور البريباراسيون تاع البن دوك بعد قليل ان شاء الله نوريكم البن تاعو. توفيق واش راك؟ والله راه الحمد لله. يا واش مع رمضان هذا كما ميقلقوا فيك الناس منك ما كاينش نور بيان قلبك كبير والله الله الله يبارك الله يبارك. اول توفيق بركه كبيره وقلبك كبير هاي حوالي واحد 15 صحه ان شاء الله. هاي صحه الله يبارك يا خويا وربي يبارك لك. او الشعب يستنى هاكم راكم تشوفوها ان شاء الله استناو مستناو بالبن ما كاينش لا شين ولا على بالي ما كاينش لا شين. توفيق هذا توفيق روحوا كلمه توفيق هذا جيت انا راه كنا شي جيت هنا راكم تشوفوا البن ها الزبده تاعو شوفوها خاوتي ها خويا يا خوتي الكاميرا تشم يا خالي راكم تشموا ريحه الزبده وريحه البن. ايه كيما راكم تشوفوا البن وجد داير سيرفي في البن الله يبارك كيما راكم تشوفوا هذا هو البن تاع بيت عداله تاع توفيق هذا هو البن. عايشك بسرعه هيا روح هيا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم راكم في اجواء رمضان مع عمي صالح عدالة. ها ورا واشك عمي صالح خير صفا واش مع البن؟ بس عاد تسكر بكري واش هذا؟ سلعة ناقصة سلعة ناقصة كيفاه؟ اي والله كان اسمع كان اسمع ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله. بس البنت تاعك توجور كاينة البنت توجور منور منور شوف كيما راكم تشوفوها عمي صالح رايح الشكوى تاعو. اي والله دوك نشوفو ترى الزبده كيف تخرج. الله الله يبارك الله يبارك الله يبارك خمسه في الشيطان. كيفاه؟ كي تشوفوا الزبده ها او البنت عمي صالح الله يبارك شوف كده الشيكوة تخدم في النهار هكذاك زوجو على حسب على حسب كده واحدة واحد سبعة ولا ثمانية سبعة ولا ثمانية الله يبارك بشي خلاص بكري هكا ايه غشوي الخيام يجيو منه ومنه والله وكل يدي ومنه هاي يا جماعه عايز هاي يروح.